ولادنا بعثوا لنا اياهم بدوابيط خشب. اسقط حكومة الباسدي. مستمرين لا حتى تتحاسب هذه الحكومة الفاسدة وما يهربوا بأموالهم مثل ما بصير كل مرة وبيهربوا فيها لبرا. أولادنا بعثوا لياهم بدوابيط خشب وأولاد مسؤولين كحشوها لبرات بلد بدوابيط ذهب وبمصاري بأموال. وما عاد حدا سائل على حدا، فما عاد حدا يخوف حدا بشيء، وما عاد حدا يهد ويرعد على حدا بشيء، لا بالسلاح ولا بشيء، لأنه نحن يوم الحز واللز نحن رجال وبنعزب كل الدنيا. 10 سنين أولادنا ماتوا بالبحر وراحوا غرق. 10 سنين الخماد والمثقفين والمدرسين والمعلمين والمهندسين سافروا لبرا، وعشر سنين نحن عاطين على الجرح. بني معروف عمر ما انهانوا، وهذا جيل الشباب جديد ما بيقبل الظلم من الله راد. هذا جيل الشباب جديد، زمن الذل والعار انتهى. ام الشهداء حاملي صورة ابنها وحتبكي، ومرت الشهيد طالعة بدها قليل زيت وكيلو سكر، اولادنا شاعوا، اولادنا ماتوا من البرد. لك صرنا نستحي نطلع بوجوه نسواننا.